أنا عاصر درب الساعي من بداياته، وكنت أحد المشاركين في تأسيس درب الساعي، وسعيد اليوم أن أشوف هذا النتاج المميز في هذا المكان. سعادتي أكبر لأن أنا من أهل المصلال، فسعادتي مضاعفة أن ينتقل درب الساعي إلى المصلال. في تميز، في تنوع بشتى الثقافات. أتمنى أن هذا درب الساعي يستمر ويكبر ويكون له أثر كبير في نشر الثقافة القطرية للقطريين أولا، ثم المقيمين، ثم الزوار. فسعادتي كبيرة إن شاء الله تعالى، فخرنا بنجاحنا في كأس العالم ونجاحنا في عمل هذا المكان المتميز. التوفيق إن شاء الله وزارة الثقافة للعاملين في درب الساعي للجميع، وإن شاء الله بالنجاح نجاح حسن إن شاء الله.